خاصة وأهل فلسطين عام من اعتداء وحشي ظالم ومجرم وجبان من عدو متغطرس لا يعرف رحمة ولا أخلاقا ولا دينا. هذا العدو الذي اغتصب الأرض واستقوى على الضعفاء فقصف الجامعات والجوامع وهدم المستشفيات في ظاهرة لم نسمع ولم نرى لها مثيل في كل الحروب التي أديرت، سواء كانت حروب تقليدية كما يقال أو حروب قذرة أجلكم الله. لكن أكبر من هذه الحرب ما رأينا أن الطائرات تقصف المستشفيات فتقتل ما فيها من أطفال ونساء ومرضى في هذه المستشفى. والأذهى والأمر أن الإعلام العالمي والغربي كله يقف إلى جانب هذا الكيان المغتصب ولم نرى له استنكارا. فلذلك نحن هنا في هذا الملتقى من كل بلدان العالم الإسلامي المشاركة نعلن صراحة وبالملأ بالفم الملآن كما يقال أننا نناصر إخواننا في فلسطين ونقف مع أهل غزة في جهادهم ومقاومتهم للمحتل وللمعتدي. وهذا ما أعلنه السادة العلماء المشاركون والقائمون على هذا الملتقى. والجزائر معروفة بمواقفها المشرفة تجاه قضايا الأمة، فهي مضرب المثل كما يقال في المقاومة ضد المحتل، وهي التي دحرت أعتى وأقدر احتلال عرفه التاريخ. وما يثار اليوم من بعض من ينتسبون لأهل العلم زورا وبهتانا بأقلام مأجورة وألسن مشترات من أجندات خارجية بأن الجهاد اليوم هو جهاد السنة كما يقال أننا نجاهد عدونا بتطبيق السنة، أي تطبيق هذا؟ هل تضحكون على عقول أبنائنا؟ تريدون أن تحرفوا القرآن الكريم والسنة النبوية؟ هذه دعوات باطلة وفاسدة ومأجورة. أريد منها الوقوف إلى جانب المغتصب المعتدي على إخواننا في أهل غزة، وأن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وأن المقاومة هي حق شرعي لكل من يعتدى على أرضه. وأهل فلسطين منذ سنين اعتدي على أرضهم، وحقهم المشروع أن يدافعوا عن أرضهم ضد هذا الكيان المغتصب المعتدي. نسأل الله جل وعلا أن يحفظهم وأن ينصرهم وأن يوفقهم لكل خير، وأن يرحم الشهداء وأن يعافي الجرحى وأن يرد كيد المعتدين، وأن نرى نصرا عزيزا مؤزرا إن شاء الله تعالى.